السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه جونيور فور؟ النهاردة هنتكلم على درس جديد اسمه دوران الأرض. هل الأرض بتدور أو بتتحرك؟ العلماء قالوا إن الأرض بتدور حوالين نفسها زي النحلة. عارفين النحل اللي بتلعبوا بيه؟ شفت النحلة لما بتقطع على الأرض ازاي بتلف حوالين نفسها؟ وكمان في ناس من ولادة أصحابنا بيعرفوا يدوروا كورة، تلاقيه ماسك الكورة وعمال يلفها في الأرض كده بتدور حوالين نفسها. يبقى ده إيه؟ ده مثال لدوران الأرض. الأرض كوكب، إحنا عارفين طبعًا إن إيه ربنا سبحانه وتعالى خلينا الشمس اللي هي بتنور لنا الكون، وإن في 8 كواكب بيدوروا حوالين الشمس. حلو قوي. الأرض كوكب من الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، احنا عايشين عليه. طب هل ترى في كواكب تانية الناس عايشة عليها؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلى الأرض مميزة لحياة الكائنات الحية، لأن فيها الأكسجين اللي بتنفسه وفيها الماء وفيها الغذاء. حلو قوي. طب الأرض دي هل بتدور؟ قال لي أول حاجة تدور الأرض حول نفسها، يعني لو قلت ان الارض شبه الكوره، مع ان الارض على فكره في الحقيقه هي مش كرويه مش كوره، لا هي بيضاويه، الشكل البيضاوي يبقى كده. يعني لو ايه من هنا عن شبه البيضه، حتى بيضاوي شبه البيضه، هل ده عامله زي الدايره؟ لا، ده اسمه الشكل البيضاوي. بس انا احنا جايزه يعني عشان كنا بنشرح وبنحاول نفهم واحنا صغيرين لسه، فانا هقول ان الارض هنا ايه تشبه الكوره شويه. خلاص كده فهمنا؟ تمام. طب الكوره دي قال لي العلماء تخيلوا كده ان فيها زي عصايه كده بتمر داخل الكوره دي، وهي دي اللي بتخلي الكوره تدور حوالين نفسها. يعني يا ميس انا لو دلوقتي خدت صاروخ وطلعت الفضاء وابص على الكوره على كره الارض، هلاقي ان الارض دي فيها زي عصا كده بيمر بنص. افتكروا كلها يا جماعه، ده العلماء تخيلوا ليه؟ عشان يفسروا لنا حاجات احنا مش قادرين نفهمها. يعني ربنا اللي خلقنا الكون ده كله. هل يا ترى العلماء بقى عايزين يقولوا لنا احنا ازاي الارض بتتحرك؟ فهم تخيلوا ان في محور يعني شبه العصايه كده بيمر داخل الكره الايه؟ الارضيه. طب وانا استفدت ايه؟ قال لي ما هو ده هيخلي الارض بتدور حوالين نفسها. بتدور حوالين ايه؟ نفسها. طب الارض بتدور حوالين نفسها كل قد ايه؟ قال لي كل 24 ساعه. يعني مره في اليوم، يعني هو اليوم 24 ساعه. يبقى الارض بتلف لفه كامله كل 24 ساعه. يعني ايه لفه كامله؟ يعني لو تخيلت ان هنا هعمل ايه علامه معينه زي اكس كده في النقطه دي في الارض، وهخلي الارض تلف حوالين نفسها. المفروض ان تتحرك من هنا، تبدا ان هي تدور تلف تروح هنا من هنا، يعني الكره بتلف بقى، تخيل معايا الكره عماله تلف، هتبدا تلف 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 لغايه لما توصل العلامه دي لمكانها مره ثانيه. اول ما توصل لمكانها مره ثانيه يبقى دي اسمها ايه؟ لفه واحده او دوره واحده. يبقى تاني الارض بتدور حول محورها او نفسها، محورها وايه؟ نفسها. دي بتساوي كلمه محورها يعني نفسها، مره كل 24 ساعه. طب واحد بيقول لي يعني صح ولا غلط؟ تدور الارض حول نفسها مره كل يوم، صح. طب صح ليه؟ قلت له ما اليوم فيه كام ساعه؟ اليوم فيه 24 ساعه. حلو قوي. طيب وهو الارض لما تدور حوالين نفسها، بصوا تخيلوا معايا كده، بصوا الصورة دي، الصورة دي متاخدة من الفضاء، هي الأرض أهي، دي الأرض اللبني، دي الأرض. حول كده، بصوا الأرض بتعمل إيه؟ قال لي بتدور حوالين نفسها، بس أنا بحاول أكبر لكم الصورة عشان تتخيلوا معايا. بصوا شايفين الأرض وهي بتلف؟ أهي، الأرض أهي، دي صورة متاخدة من الفضاء. الصورة الأرض أهي، والأرض بتدور حوالين نفسها، بصوا كأن الكرة إيه؟ بتدور. هل يا ترى أنتوا شايفين المحور اللي كنت بتكلم عليه؟ لا. ليه؟ عشان
تخيل العلماء هم بيحاولوا يفسروا لنا ازاي الارض بتدور وانا مش حاسه بيها. خلاص كده اتفقنا؟ يبقى دي الارض بتدور حوالين المحور. طب ركزوا معايا شويه، شايفين المكان ده؟ شايفين المكان ده؟ المكان ده لما بيكون قريب من الشمس او في واجهه الشمس، بلاش قريب، دي في واجهه الشمس يعني واجهه يعني قدامه، هتلاقوا بصوا مكان ابيض ده. المكان الابيض ده الفاتح ده يعني ده نهار. طب المكان ده هو واقف مكانه ولا الارض بتلف؟ قال الارض بتلف، يبقى المكان ده اللي مواجه للشمس ده نهار. طب المكان اللي بعيد اللي هنا ده يبقى ده ايه؟ ليل ولا نهار؟ قال لي المكان البعيد يبقى ليل والمكان القريب يبقى ايه؟ نهار. يبقى ده الحته دي ليل ودي ايه؟ نهار. طب والليل والنهار ده انا حسبت ايه؟ قال لي ما عشان الارض بتدور حوالين نفسها ومحورها حصل حاجه اسمها تعاقب الليل والنهار. يعني ايه مسكت التعاقب؟ اسمها ايه؟ تعاقب. تعاقب يعني ترتيب معين ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون، اللي هو الليل لما بينتهي بياتي وراه ايه؟ النهار، والنهار لما بينتهي بياتي وراه الايه؟ الليل. هل يا ترى في يوم مثلا سواء في العصر بتاعنا او من عصور فاتت ماما حكت لنا عنه واحنا سمعنا ان مثلا النهار طول شويه او جه الليل اطول شويه، او مثلا جه ليل وليل وبعدين وراه نهار ونهار؟ ما ينفعش. ده تسلسل كوني ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا بترتيب معين. طب هو ليه في ليل ونهار؟ قال لي ما دام في حاجه اسمها تعاقب الليل والنهار يبقى الليل يجي وراه نهار والنهار يجي وراه ليل. دي معنى كلمه تعاقب، عاقب بعض يعني ورا بعض. خلاص كده فهمنا كلمه تعاقب؟ حلو قوي. يبقى تعاقب الليل والنهار، يبقى تعاقب الليل والنهار ليه بيحصل؟ عشان دوران الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه. تاني ليه في نهار وفي ليل وليه هما متعاقبين بيجوا ورا بعض؟ نتيجه دوران الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه. تاني ليه بيحدث تعاقب الليل والنهار؟ بسبب دوران الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه. خلاص كده اتفقنا؟ يبقى انا اول دوران الارض هو ايه؟ دوران الارض حول محورها مره كل 24 ساعه. خلاص كده. طب لما الارض تدور حوالين نفسها ايه اللي حصل؟ حصل تعاقب الليل والنهار. شطار خالص. طب يا مس هو النهار ده عباره عن ايه؟ قال لي هي الفتره من شروق الشمس حتى الغروب. اول ما بصحى من النوم بلاقي الدنيا منوره، يقول لك النهار طلع. يعني ايه النهار طلع؟ يعني الشمس بدات تشرق. طب احنا عارفين ان الشمس تشرق من جهه الايه؟ الشرق، وتغرب من جهه الغرب. يبقى النهار هو الفتره من الشروق الى الايه؟ الغروب. اللي هو الفتره من اول شروق الشمس، اول ما النهار يبدا يظهر لغايه ميعاد الغروب، تبدا الشمس تغرب والنهار يبدا ينتهي ويجي وراه مين؟ الليل. خلاص كده؟ يبقى تاني النهار هي الفتره من شروق الشمس. ما هو انا بفكر ما الشمس لازم تشرق تطلع يعني عشان النهار يبقى موجود، يبقى الفتره من شروق الشمس حتى الغروب. خلاص. تاني حاجه الليل. ايه الليل بقى والليل بقى ده عباره عن ايه؟ هي الفتره من غروب الشمس حتى الشروق، ما هي اللي هو وقت المغرب. لما بيجي اذان المغرب بتلاقي الدنيا بتبدا تظلم. حلو قوي. تبدا بقى الضلمه دي اللي هي الليل، تبدا الليل يبدا من غروب الشمس لغايه تاني يوم لما تشرق الشمس مره ايه؟ اخرى. يبقى كل ده اسمه ايه؟ الليل. الليل هو الظلام. يبقى الظلام ده هل ترى في شمس؟ طبعا لا، لو شمس موجوده كان زمان في نهار في ضوء. حلو قوي. يبقى الليل عباره عن ايه؟ الفتره من غروب الشمس حتى الشروق. الفتره من غروب الشمس، الشمس خلاص مشيت غربت ما بقتش موجوده، الفتره من غروب الشمس حتى الايه؟ الشروق. يبقى انا عرفت الفرق بين النهار والليل. تمام شطار. هل يا ترى الارض ما بتدورش غير حوالين نفسها؟ قال لي لا، ده في حركه ثانيه. اذا هم كام حركه؟ هم حركتين.
كلها. قلت لهم دي مش كور ولا حاجه، ده انا بقول لك ان الارض بتغير مكانها. هي كانت هنا، كانت تتحرك مره تبقى هنا، وبعدين تتحرك تبقى هنا، وبعدين تتحرك تبقى هنا، وهكذا. يبقى هي بتدور بقى دلوقتي حوالين نفسها؟ لا، هي مش حوالين نفسها، هي بتدور حوالين مين؟ الشمس. يبقى اول حركه خدتها هي حركه الارض حول نفسها، خلاص هي انتهت. تاني حاجه تدور الارض حول الشمس. انتوا شايفين الشمس اهي؟ والايه؟ المدار اللي حوالين الشمس بيه ازاي؟ يعني ايه مش كلمه مدار؟ مدار اللي هو الخط، الخط اللي انتوا شايفين ان الكوره ماشيه فيه. ما هو الارض دي لما بتدور حوالين الشمس هي مش عايمه هنا في الفضاء، لا. هو ربنا خلى لكل كوكب، عشان هم ثمانيه، ما يتصادموش مع بعض، ما ينفعش الكواكب كده كل واحد يمشي بمزاجه كده في الفضاء، لا طبعا، مش حاجه ماشيه بمزاجها. ربنا خلى فيه نظام معين، حتى سمى النظام الشمسي، ان النظام حوالين الشمس، حلو كده؟ تمام. شفنا كلنا الطيران، ينفع طيران تمشي على الارض في اي اتجاه؟ لا. بتلاقوا الطيران او القطر ليه قضيب معين لازم يمشي عليه. كلنا لما بنجيب في البيت القطر اللعبه تلاقوا ايه؟ القطر بنركبه وبنركب القضبان اللي بيمشي عليها مين؟ القطر. طب القطر لو خرج بره القضيب يحصل ايه؟ هنقول لي يحصل حادثه، ممكن يقع يتقلب، صح؟ نفس الكلام موجود في الفضاء، بس انا مش قضبان بقى. امال ايه؟ في ايه؟ قال لي في خط بيمشي فيه الكوكب. كل خط ده بسميه مدار، يبقى ده اسمه مدار، خط معين يمشي فيه الكوكب حوالين مين؟ الشمس. يبقى كل كوكب، تخيلوا هما 8 كواكب، كل كوكب له مدار خاص بيه. المدار ده اللي هو الايه؟ الخط بتاعه اللي هيمشي فيه ومش هينفع يطلع ايه؟ بره عنده. طب هو بيمشي بقى يلف كده، يلف في المدار ده حوالين مين؟ الشمس. طب هي الشمس دي صغيره؟ لا، الشمس دي كبيره جدا على فكره. احنا شايفينها من بعيد، شايفينها ايه؟ يعني حجمها متوسط كده، يعني انت لما تبص كده قرص الشمس، خصوصا لما تكونوا في البحر في الصيف، تلاقي الشمس كبيره كده وكانها جنب الميه. على فكره ده انت كده شايفها ايه؟ يعني هي اكبر من كده بكتير. بس احنا عشان احنا بعاد عن الفضاء بنشوفها حجمها صغير. الشمس دي كبيره والمدار اللي حواليها اكيد كبير، فاكيد الارض هتاخد مده كبيره عشان تلف لفه كامله. ما هو محدش هيلف لفه نص لفه كده ويقف ويقول خلاص الكوكب تعب بقى ويريح شويه، مش حاجه اسمها كده. الارض مثلا هنقول ده رقم واحد، ده المكان الاول اللي كانت فيه الارض. الارض هتتحرك تروح هنا وانت تروح هنا وانت تروح هنا وانت لف تاني لغايه لما توصل للمكان الاصلي. دي اسمها ايه؟ دوره. مش كل دي دوره واحده، يعني ماشيه من هنا ورجعت هنا مره ثانيه زي ما قلت المحطه بتاعتها. كل دي اسمها دوره ايه؟ واحده. طب الدوره دي بقى هتحدث كل قد ايه؟ قال لي كل 365 يوم مربع. ايه الرقم ده؟ 365 يوم مربع. نحفظ مع بعض؟ 365 يوم مربع اللي هو السنه. يعني احنا السنه بتاعتنا قد ايه؟ 365 يوم مربع. خلاص؟ يبقى تدور الارض حول الشمس مره كل 365 يوم مربع اللي هي الايه؟ السنه. طب انا هستفاد ايه؟ اكيد ربنا ما خلقش حاجه من غير ما انا استفاد منها. طب انا هستفاد ايه يا ميس؟ قال لي لما تدور الارض حول الشمس مره كل 365 يوم وربع يحدث حاجه اسمها تعاقب فصول السنه الاربعه. تعاقب يعني ايه؟ نراجع. تعاقب يعني ترتيب معين ما ينفعش يتغير. فصول السنه الاربعه اللي هم مين؟ شتاء، ربيع، صيف، خريف. شتاء، ربيع، صيف، خريف. بصوا كده للترتيب ده. كلنا اول ما بيخلص فصل الشتاء بنلاقي فصل الربيع جه اللي هو فيه عيد الام شهر 3. حلو قوي كده؟ خلي بالكم. اول ما فصل الشتاء بينتهي يجي وراه فصل الربيع. حلو قوي. الربيع ده لو بيكون تحت الازهار والجو بيكون معتدل وجميل. حلو قوي. اول ما بيخلص الربيع يجي ايه؟ نفكر كده، كل سنه الربيع يخلص يجي وراه الصيف. ناخد اجازه الصيف. طب الصيف خلص، ما هو الصيف لسه خالص من شهر كده، صح؟ طب حلو قوي، احنا دلوقتي فصل ايه؟ قال لي ما بعد الصيف بيجي الخريف، يدخل في المدارس. وبعد الخريف يحصل ايه؟ يجي
الشتاء وهكذا. طب ينفع يا ميس السنه الجايه يجي الخريف الاول وبعدين وراه الصيف وبعدين يجي الشتاء ونخلي الربيع في الاخر بقى نستمتع بيه؟ ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ قال لي عشان يمكن الترتيب ده يتغير. عشان كده اسمه تعاقب فصول السنه الاربع، شتاء ربيع صيف خريف، شتاء ربيع صيف خريف. طب انا يا ميس مش عايزه ابدا في فصل الشتاء، طب عايز اشوف الترتيب هيتغير ولا لا؟ طب ماشي نبدا في فصل الصيف، مش لسه مخلصين الصيف وكنا اجازه؟ حلو قوي. الصيف خلص، احنا في فصل ايه دلوقتي؟ الخريف. يبقى الصيف الخريف، بعد الخريف لما بيخلص يجي مين؟ الدنيا هتشتي، يبقى احنا في فصل مين؟ الشتاء. بعد الشتاء بيخلص يجي مين؟ الربيع. يعني بدات بالربيع، بدات بالشتاء، بدات بالصيف، انت لازم تمشي تبع ايه؟ الترتيب المعين اللي ربنا خلقه اللي هو اسمه ايه؟ تعاقب فصول السنه الاربعه. شتاء ربيع صيف خريف، شتاء ربيع صيف خريف، شتاء ربيع صيف خريف. خلاص؟ طب هو ليه بيحصل اصلا تعاقب فصول السنه الاربعه؟ بسبب ايه؟ دوران الارض حول الشمس مره كل سنه. دوران الارض حول الشمس مره كل سنه. طب هي سنه قد ايه؟ 365 يوم وربع. خلاص كده اتفقنا؟ ودي طبعا ايه؟ صوره فصول السنه الاربعه. طبعا الفصل ده لو احنا بصينا عليه ده فيه ثلج وبروده، يبقى احنا فصل مين؟ الشتاء طبعا معروفه، يبقى ده فصل مين؟ الشتاء. حلو قوي. طيب الفصل ده بيتساقط فيه الاوراق، يبقى فصل مين؟ الخريف. طيب الفصل ده فيه اللي هو اشجار خضراء والسماء صافيه، يبقى احنا فصل مين؟ الربيع. طيب الفصل ده يبقى كل فصل ايه؟ ليه صوره معينه مميزه ليه. طيب بصوا بقى، بصوا ده فيديو او شكل توضيحي ازاي الارض بتدور حول الشمس. او عايزه اقول لكم حاجه، بصوا لكوكب الارض كويس هتلاقوا ان الارض داخلها زي عصا كده. بصوا شايفين الكوره اللي بتلف دي؟ تحس ان هي جواها عصايه كده، صح؟ والعصايه دي اللي انا قلت عليها ايه؟ محور مين؟ الارض، اللي هو المحور الايه اللي تخيله العلماء، اللي هو ايه؟ بتدور حوالين نفسها وتدور حوالين الشمس. يبقى لما تدور حوالين نفسها بينتج حاجه اسمها الليل والايه؟ والنهار. طب لما بتدور حوالين الشمس بينتج ايه؟ قال لما بتدور حوالين الشمس بينتج حاجه اسمها فصول السنه الايه؟ الاربعه. يبقى اخر مره، الارض ليها كم حركه؟ ليها حركتين. تدور الارض حول محورها او حول نفسها مره كل 24 ساعه. تاني حركه اللي هي تدور الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. طب هو بيحدث ايه لما الارض تدور حوالين الشمس؟ قال لي بيحدث حاجة اسمها تعاقب فصول السنة الاربعة. بيحصل ايه؟ تعاقب فصول السنة الاربعة. ماشي. طب انا دلوقتي خلاص فهمت الدرس وعرفت ان انا ايه اللي بيحصل لما بتدور الارض. عايزه اتكلم بقى عن فصول السنه الاربعه. اول فصل هتكلم عنه هو فصل الشتاء. فصل الشتاء قال لي فيه الليل اطول من النهار. طبعا انا فصل الشتاء بتلاقي الدنيا بتضلم زي دلوقتي، خدوا بالكم كده، هتلاقي من اول المغرب ما بيأذن حوالي 6 الا ربع بيبدا الدنيا ايه؟ تضلم، يبدا الظلام، يبدا اللي هو الليل. وبنبدأ في فصل الشتاء بتبقى ساقعة بقى كده، والإنسان بتلاقي بينام بدري، وعشان الليل بيكون أطول من النهار. ربنا سبحانه وتعالى هو خلى الليل أطول من النهار في فصل الشتاء عشان الإنسان ياخد كفايته من الإيه؟ من النوم، عشان بيشتغل وأنت مثلا طالب بتروح المدرسة، فبيتسم أو يتصف الشتاء ميز بإن الليل أطول من إيه؟ من النهار. طبعا الجو بيكون ايه؟ بارد. طبعا الدنيا ساقعه جدا، في صقيع وفي ثلج وفي امطار، صح؟ يبقى لازم نرتدي ملابس ايه؟ ثقيله، صح؟ تمام. يبقى انا في فصل الشتاء بنلاقي ان الانسان بيرتدي الملابس الثقيله، وكمان بيكون الجو بارد وتسقط الامطار. حلو قوي.
عكسه فصل مين؟ الربيع. يا الجو بيبقى حر جدا، وفصل الصيف بيكون حر جدا. شوف كده فصل الصيف، فين فصل الصيف؟ اهو فصل الصيف بيكون الجو بيكون حار، وكمان النهار بيكون اطول من الليل. لو انت عندك افتكرت كده او تذكرت معايا، تلاقي احنا بنروح البحر في الصيف وبنقعد على الشاطئ لغايه حوالي 7:30 بالليل او 8 كمان، وتلاقي فيه نهار وبعدين الدنيا تضلم، صح؟ يبقى معنى كده ان النهار طويل ولا الليل؟ النهار. النهار اهو مطول معايا لغايه الساعه 7:30، كل ده نهار. يبقى النهار اطول من الايه؟ من الليل. وفصل مين؟ الصيف. ماشي. طيب بعد كده هنشوف فصل تاني اللي هو فصل مين؟ الربيع. فين فصل الربيع؟ اهو فصل الربيع. طبعا فصل الربيع اول ما بشوف فيه ازهار، لازم يكون فيه زهره وتفتح للازهار عشان الجو بيكون جميل، واحنا بنخرج الحدائق، صح؟ يبقى فصل الربيع تفتح الازهار في الربيع والجو بيكون دافئ معتدل. طيب فاضل فصل مين ما اتكلمتش عليه؟ اكيد فصل الخريف. فصل الخريف ما اتكلمتش عليه ليه؟ قال عشان ده بيتميز بتساقط الاوراق. تلاقي الاوراق الشجر تساقطت وبقت ايه؟ جافه كده. وبعدين الجو بيكون معتدل، بس ان هي بيشتهر هذا الفصل ان الاوراق تساقط وتبدا الاوراق دي تطلع ايه؟ بتزدهر مره اخرى، تزدهر يعني تنمو مره اخرى. يبقى دول ايه؟ فصول السنه الاربعه، وتعقبها يحدث دوران الارض حول الايه؟ الشمس. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس معايا، وان شاء الله ايه نلقاكم في الحصه القادمه. شكرا.